ضعي قشور البطيخ على النار بفكرة كتير حلوة. اليوم رح نعمل وصفة بتعقد من ورا قشور البطيخ. كيف نحنا رح نستخدمها؟ تابع معاي الفيديو للنهاية حتى تعرفي كيف نحنا بداية رح نعملها. بداية أنا عندي هون البطيخة شكلها بشق القلب وشكلها بعقد. هلأ هون أنا رح أقطع البطيخات ونحطهم على جنب ونكلهم عادي. هلأ هون نحنا رح نستخدم القشر البياض والحمر. طبعا نحنا لما نقشر البطيخة بيبقى شوية حمر، طب ليه نحنا ما بنستغلهم بموضوع كتير حلو وحتى كمان يفرح ولادنا. هلا بعد ما انا قشرتهم بهيدا الشكل رح نجيب جاط تاني ورح نقيم لب البطيخ والبياض بهيدي الطريقة، شايفين كيف؟ ورح نقطعهم على شكل المربعات او المستطيلات، يعني اي شكل فيكم تقصوهم. بهالوقت انا شو عاملة؟ حتى على جنب مي مغلية عم تغلي على الغاز. من بعد ما نحنا نقطعهم بهيدي الطريقة شايفين كيف؟ مباشرة وين رح نسكبهم؟ رح نسكبهم بقلب المي المغلية حتى يغلوا معانا كتير منيح بهيدي الطريقة. وش ساعتها هون نحنا شو منجيب؟ منجيب البلاندر او منجيب اي خلاط. طبعا اذا بحال انت بدك تجيب الخلاط العادي البلاستيك بتنطرين حتى يبردوا وبتخلطيهم كتير منيح. هون شو بتحطي؟ بتحطي نشا ومي مع بعض، وبالاضافه الى السكر. نحن هون عملنا مثل المهلبيه على البطيخ. واذا عندك انت كمان لون طعام لون الاحمر حطي نقطتين، بس للاسف كنت انا خالص معاي. هلا هون بعد ما نحن حطينا النشا والسكرات لك افتقل معانا رح يعطينا غير شكل، ومنتركهم حتى يبردوا ومنكلهم. طريقه بتعقد.